لو رجعت اتكلمت معاكي عن جراند سكوير، ادينا نبذة عن جراند سكوير تفصيلية. هو أرضي وأول تجاري، هو ومن أول الثالث لحد السابع هما إداري. طبعا متأجر كله بالكامل، شغال، الترافيك زي ما حضرتك شايفة، فيعني الحمد لله. ودلوقتي المستثمرين مبسوطين جدا باستثماراتهم معانا في قلب العاصمة وفي المشروع ده بالذات. كان ايه فكرة التنويع ما بين السكني والإداري والتجاري؟ النهاردة احنا شايفين كل يعني مشروعات مختلفة داخل بيراميدز للتطوير العقاري. هو ده معنى تنويع محفظتك الاستثمارية. يعني ايه؟ اشرحي لي. يعني ايه؟ يعني انا مستثمر عايز اشتري محل تجاري، طب انا معايا استثمر تاني واخد تاني انا واولادي في العاصمة لانه مشروع قومي وكبير وجديد. طيب عندي اداري وعندي تجاري وعندي سكني، فانا عندي تنويع للمحفظة الاستثمارية للعميل. فاقدر اقول ان شركة بيراميدز بتهتم جدا ان النهاردة العميل يدخل يتعاقد معاها مثلا على وحدة سكنية، وكمان يستثمر ويتعاقد طبعا على ويقدر وحدة ياخد تجاري، تجارية. طبعا في اي مشروع من المشاريع بتاعتنا يقدر ياخد معايا تجاري ويقدر ياخد معايا اداري، وكمان شغال ومتأجر وإيجاره من تاني شهر.